بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم أخواتي ومتابعين فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنعمل فكرة حصرية، متأكدة أن أنتم مش هتشوفوها عند حد غير في قناتي بأمر الله. بدأت فكرة النهاردة كده وجبت قطعة من الكرتون وأخدت مقاس السي دي، وبدأت كده أن أنا أقص منها 3 قطع مع بعض علشان أنا عايزاها تكون مدعمة، وبدأت كده أن أنا أثبتهم مع بعض باللزق الدبل فيس. وممكن تستخدمي كمان المسدس الشمع عادي أو الجرم، وكمان اخدت السي دي الصغيره دي، ممكن تستخدمي مكانها كوبايه لو انت مش عندك سي دي صغير بالمقاس ده. وقصيت منها 12 قطعه، هناخد كل 3 ونثبتهم مع بعض. كل 3 هنثبتهم مع بعض، هيبقى عندي 4 اشكال من السي دي الصغير، وهيبقى عندي قطعه واحده بس من السي دي الكبير. جبت ستيكر ذهبي وبدات كده ان انا اخد مقاس الدوائر اللي عندي اللي انا عملتها، وبدات كده ان انا اقص بزياده عن محيط الدايره اللي انا عاملاها حوالي 2 سم كده، وهبدا ان انا اقصها بالطريقه ديت شرايط صغيره بحيث ان انا اقدر الف اي دوران عندي ما يكونش فيه مشكله في اثناء التاني على الكرتون. هغلفهم كلهم بالستيكر الذهبي. انا حبيت ان انا اوريكم طريقه التغليف علشان لو انت اول مره بتشوفيني او اول مره تتابعيني وتشوفي طريقتي في تغليف اي حاجه اخده انحناء، بزينها ازاي او بغلفها ازاي بالستيكر علشان ما يبقاش عندي فيه زوايد في الستيكر. جبت بقى الثلاث قطع اللي انا كنت ثبتهم مع بعض الدايره الكبيره بالسي دي، لزقت عليهم السي دي نفسه برضو علشان انا عايزاها يعني مستويه كده وجامده، وبدات كده ان انا اغلفها هي كمان بالستيكر الذهبي. لو انت اول مره بتشوفي القناه، اتمنى ان انت تشتركي بالقناه وتفعلي زر الجرس على علامه الكل بدل من مخصصه علشان يجيلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي انا بقدمها. وياريت في نهاية الفيديو لو الأفكار بتاعتي عجبتك ما تنسيش بقى اللايك، وما تنسيش تقولي لي رأيك في التعليقات علشان أعرف إيه أذواقكم، ولو عندكوا أي استفسار عن أي حاجة اكتبيلي في التعليق وإن شاء الله أقدر أرد عليكي وأفيدك. هنا بعد ما غلفت القطعة الكبيرة بدأت كده أن أنا ألزقها من تحت بستيكر شفاف علشان أضمن أن الستيكر عندي الذهبي مش هيفك. وممكن تستغني عن الخطوة دي وتلزقي جوخ أو تلزقي فوم أو تلزقي اي ستيكر مثلا عندك تاني مش حابة ان انت مثلا تستخدميه، هو كده كده القطعة دي اصلا مش هتضايق. جيت بقى عند الاربع قطع دول وبدأت كده ان انا اغلفهم مع بعض بالفوم الاسود من تحت، وجبت القطعتين دول بتوع اعواد الشيش طاووق، وبدأت كده ان انا اخد مقاس عرض الاربع اجزاء كده معايا حوالين الدايرة الكبيرة. ووريتكم هنا العلبة البلاستيك اللي انا حطيتها دي، كانت مدورة العلبة دي، كانت عبارة عن مصاصة كبيرة بتيجي في للاطفال كده بيبقى جواها مصاصات. حبيت ان انا استغل العلبة دي النهاردة في فكرتنا، وبدأت ان انا اغلف كده اعواد الشيش طاووق بنفس الستيكر الذهبي اللي انا مستخدماه. هغلفهم كده والفها داير ما يدور عليها وهقص الزيادة، وده شكلهم بعد ما غلفتهم. جبت الفوم الاسود وبدأت كده ان انا اخد منه شرايط رفيعة، شريط حوالي نص سنتي او ممكن تاخديه مثلا حوالي سنتي بالظبط، ما تاخديش اعرض من كده علشان الشكل يبقى عندك مظبوط. يعني هو يدوب بسمك الكاوتشات اللي انا عاملاها دي او العجلات اللي انا عاملاها، شوية شوية كده الفكرة بتاعتنا هيبدأ يبان ملامحها. ويا رب ان شاء الله يا رب تكون عجباكم زي ما عجبتني وتقولوا لي رايكم فيها، وانا متاكده ان هي فكره حصريه ان شاء الله ويا رب تعجبكم. هبدا كده اغلف العجلات اللي عندي الاربع عجلات بالفوم بالشكل ده، وهاخد كمان الجزء الكبير اللي هي الدايره الكبيره اللي انا عاملاها وهغلفها بالفوم برضو، بس هنا الفوم انا عملت فيه دوران كده، استخدمت دايره صغيره بمسطره فين وبدات كده ان انا اعمل نص دايره نص دايره واقصها، وغلفتها بالشكل ده او عوضت الدايره الكبيره عندي بالشكل ده بمسدس الشمع. هقص بقى الزياده وده شكلها عندي. هنيجي بقى للمرحله اللي بعد كده، هي مرحله تجميع الاجزاء دي مع بعضها. هجيب كده القطعتين اللي انا عملتهم او عودين الشيش طاووق اللي انا غلفتهم، وهحدد كده على ظهر القطعه الدايره الكبيره، وهبدا كده ان انا اثبتهم بمسدس الشمع بالشكل ده، بس يكونوا متوازيين. اهم حاجه ان انا اخلي القطعتين دول متوازيين عندي بالشكل ده. هجيب بقى الاربع عجلات اللي عندي وهبدا اخد كده نص قطر بالظبط، وهقوم مثبته بمسدس الشمع على العود الشيش طاووق اللي انا عاملاه. هعمل كده الاربع عجلات بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده،
وهتأكد ان انا ثبتهم كويس بمسدس الشمع. حبيت بقى اضيف تفاصيل شوية بسيطة كده على العجلات عشان اكسر اللون الذهبي ده. جبت شريط من الفوم وبدأت ان انا اقصه رفيع خالص، يعني يدوب حوالي 3 ملي، يعني يدوب مش اكتر من كده، او نص سنتي لو انت عايزة يعني تخليه عارض من كده براحتك، بس يعني كل ما الحاجة كانت سيمبل كل ما بقت شكلها اجمل. وبدأت كده ان انا اعمل حرف اكس كده، واخدت دايرة صغيرة من الفوم وقفلت على المركز بتاعها كده وثبتها بمسدس الشمع. ده كان شكلها. اتمنى يا رب ان الفكرة يا رب تكون لغاية هنا بدأت توضح وتعجبكم. جبت بقى نفس الفوم اللي انا مستخدماه، بس اخدت شرايط حوالي سنتي او سنتي الا، وبدأت كده ان انا اثبت عليها اللزق الدبل فيس، علشان انا مش عايزة استخدم مسدس الشمع علشان ما يكونش فيه زيادات في الشمع وانا شغالة. ببدأ كده اشيل الدبل فيس وبلزق على الكرة اللي عندي او اللي هي المصاصة الكبيرة دي، وبدأت كده ان انا اثبت كل شريط قصاد التاني. يعني اما تيجي تشتغلي او تلزقي حاجة حاولي توسطي الشغل بتاعك وتسنطريه بحيث ان يكون الشكل عندك في النهاية ماشي مع بعضه كده، والشغل الفينش بتاعك هيفرق طبعا وانتي لما تكوني حاسبة حساباتك كده بالعين الاول وبعد كده تبي تلزقي. جبت الدهان ده دهان ذهبي مائي، هو اسمه فيلفت. انا عندي الدهان ده اللي عندي اللون الذهبي، حبيت بقى ان انا يعني اغير شويه في البلاستيك بتاع الازازه او بتاع العلبه الكوره اللي عندي دي، وبدات كده ان انا اخد بالاسفنجه يعني نقط بسيطه كده وامسح مساحات خفيفه على الدايره بالشكل ده، اديتني لمعه جميله. وجبت كمان هنا اللمبه دي وبدات ان انا افصلها واخد الجزء اللي فوق، ودهنته بدهان ايطالي ذهبي. الدهان ده اسمه تكسل اللي عايز يسأل عليه يعني، وفي تاني دهان برضو كويس اسمه ذهبي مائي غير الدهان الفيلفت اللي انا كنت مستخدماه في الاول. برضو الدهان ده برضو جميل لو انت عايزة تدهني برضو وتستخدميه. بس هنا يعني لو انت لاحظتي هتلاقي ان انا هنا مستخدمة الجليتر الذهبي. انا دهنت بعد ما اخدت الدهان الذهبي بصراحة حبيت ان انا انطقه شوية لان حسيت ان الذهبي بتاعهم اكسد ومطفي. دهنت كده طبقة ورنيش مائي وبعدين حطيت عليه الجليتر وسبته ينشف. ثبت بقى الجزء ده على الدايرة من فوق وثبت عليه كده شريط بالفوم الاسود وعملت هلال بالفوم الاسود. قولولي رأيكم بقى كنت حطيت الهلال ده ولا لا، لان هو بصراحة مشورة حد غالي عليا وانا بصراحة ما كنتش هحط الهلال ده، فقولولي رأيكم بقى في التعليقات لو الفكرة عجبتكم ولو كنت حطيت الهلال ولا لا. اتمنى يا رب يكون فيديو النهارده خفيف على قلبكم وتكون فكره النهارده عجبتكم. ولو عجبتكم بقى الفكره ما تنسونيش في اللايك والشير والتعليق، سيبولي التعليق وقولوا لي رايكم امانه يا بنات، وما تنسوش اللايك اللي هيرفع الفيديو ويخليه يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، ويشرفني اشتراككم بالقناه لو لسه ما اشتركتوش بالقناه. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.